أول أيام عيد الأضحى المبارك في التاسعة مع يوسف الحسيني، الفنان أحمد سعد. جد الملوك ملوك ملوك، مفيش هروب هروب هروب. يحكي كواليس رحلته مع الغناء والتمثيل والتلحين. أنا ما كانش لا أملك شيء غير الثقة. ويستعيد ذكريات زمن الفن الجميل. وما بيسألش عليا أبدا. ويتحدث عن من غيرت حياته. طب ليه كده تشغل قلبي؟ ما حدش بقى تاني غنيت بعد كده. سهرة غنائية تحمل كل ألوان الطرب في التاسعة مع يوسف الحسيني، أول أيام عيد الأضحى المبارك على الفضائية المصرية.